أينما نظرت وجدت أكواما من النفايات في أحياء كركوك وسبب تراكمها بهذا الشكل يعود إلى عدم وجود تخصيصات مالية لبلدية كركوك فضلا عن عدم اكتراث المواطن لمخاطر النفايات التي يرميها بعيدا عن مكانها المخصص والتي تسبب كارثة بيئية كركوك عبارة عن زبالة كل مناطق حزيران دوميز النصر قادسية اوروبا كلها عباره عن زباله يعني المواطن الكركوك وين ما كان يذب زباله ماكو نظافه سبب ماكو همال هذا اهمال من المواطنين بلديه لا ينظف لا شيء يومي بلدية احنا لا ينظفون يومي يجون ياخذون الدينار من عندنا خاوه هذا يقول ننظف واحنا بيدنا يومي ماسحات فرشات نغسل ننظف تقليص تخصيصات البلديه ادت الى ان تصبح كركوك بهذه الصوره لذا سارعت بلدية كركوك لمخاطبة إدارة المحافظة لتقديم يد العون مع إشراك الدوائر الخدمية كافة من أجل رفع النفايات من المدينة الكل يعلم أن بلدية كركوك على عاتقها تنظيف المدينة لكن بسبب قلة تخفيض المبالغ التنظيفات وصل الحال إلى ما هي عليه تباحثنا مع إدارة سيد المحافظ ومدير التخطيط العام باجتماع طارئ عن طريق كتاب نحن وجهنا لمبنى المحافظة لوضع خطة بديلة سريعة لخلاص المدينة من هذه الآفة التي تمس حياة المواطنين الصحية والبيئية رسالة يوجهها المواطن إلى النواب عن محافظة كركوك مفادها أن اعملوا للمدينة وأعيدوا تخصيصات البلدية التي قطعتها بغداد سعدون السلطان قناة التغيير كركوك